حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من دبي الصحفي الرياضي سامي عبد الإمام. أستاذ سامي مساء الخير. السؤال الأبرز، ما مصير البارسا من قضية انفصال إقليم كاتالونيا؟ إذا مضى الاستفتاء الانفصال نحو النهاية وتقرر الانفصال نهائيا، ستكون برشلونة هي الخاسر الأكبر، لأنه الفريق لن يلعب في الدوري الإسباني على الإطلاق مرة أخرى. الشكل اللي يبحث عنه الكتالان اللي هو شكل موناكو التي هي منفصلة رسميا عن فرنسا وسياسيا، ومع ذلك يلعب فريق موناكو ضمن الدوري الفرنسي، هذا الشكل غير مقبول في إسبانيا. لذلك إذا انفصل كتالان، يعني هنا سيد سامي، أستاذ سامي في هذه النقطة بالتحديد، يعني هل من الممكن أن نشهد اتفاق رياضي حتى بعد الانفصال ممكن أن يسمح لبرشلونة باللعب في الدوري الإسباني؟ لا أعتقد. الطرد من الدوري الإسباني هي الورقة الأكثر قوة بيد الحكومة الإسبانية، لأنه عمليا برشلونة أو كتالانيا لديها منفذ على البحر، لديها إيرادات اقتصادية، لديها حدود منفصلة، فبالتالي يمكن أن تنفصل إذا قررت. لكن الهم الأكبر لدى الكتالان اللي هو المشاركة في الدوري. عمليا في رأيي عمليا برشلونة لن يشارك في الدوري الإسباني، برشلونة لن يحتفظ بنجومه وعلى رأسهم ميسي والآخرين، لأنه لا يكون اللعب في دوري من ثلاثة أندية فقط. يعني ومن هنا أيضا سؤال عن المحترفون، يعني اللاعبون في برشلونة، هل أصبحت كاتالونيا خارج الاتحاد الأوروبي؟ إلى أي مدى سيصعب ذلك الأمور على المحترفين الدوليين وبالتالي على برشلونة أيضا؟ إذا تقرر المضي حتى النهاية لن يتبقى لاعب محترف عالمي في برشلونة، أستطيع أن أقول هذا، لأنه حتى فرنسا، هذه من ضمن الحلول، أن فرنسا وإنجلترا قد يلجأ برشلونة تحديدا وإسبانيول للعب فيها، هذه الدول غير مستعدة لقبول برشلونة وإسبانيول وجيرونا حتى، لأنه هي جغرافيا لا تنتمي لها، اللعب بنظام الذهاب والإياب سيكون مرهق بالنسبة للفرق المحلية التي تضطر للسفر كل أسبوع للعب هناك. فبالتالي برشلونة، إسبانيول، جيرونا سيجد نفسهم معزولين تماما كرويا، ولا يمتلكون مقومات تنظيم دوري خاص بهم، لأن عمليا التوازن والمنافسة ستكون معدومة. شكرا لك على هذه المداخلة، معنا الأستاذ سامي عبد الإمام الصحفي الرياضي، كنت معنا عبر الهاتف من دبي.